بالنسبه لدار الطالبه يعني ظروف مواتيه وظروف تنشئه اجتماعيه سليمه محفزه على الدراسه والنتائج الدراسيه خير دليل تكفينا عن اي كلام. الجائزه الاولى للتلميذه المقتدره نور الهدى الغوال التي نراهن عليها ان تحتل المراتب الاولى وطنيا ان شاء الله. بكالوريا علمي جائزه الاولى بمعدل 19.7. غادي تمشي للمدرسة على حساب الجمعية وجدنا لها حقيبة، حقيبة من النوع الجيد. على السيد الكاتب العام اللي شرفنا بالحضور.